الموارد البشرية والشباب الخريجين نعم تلقى تنضم عامل أعضاء هذا القبول بطاقة بالتأكيد، ولكن برغم كل ذلك فالصورة ليست مزرعة، فقد لمسنا في السنوات الماضية اهتماما خاصا بالتضحية السياسية واجتماعات شبه دورية للتطوير وجو منظومة التعليم العالي، وذلك لإيماننا الشديد بدورنا المحوري في عملية بناء الإنسان. وهناك وجود عظيم وترصيد كبير مع نظم التعليم الجديدة التي تطبقها حاليا لإحداث نوع من التكامل بين المنظومتين لتحقيق نقلة وتحول جذريا في جودة التعليم وإعادة نصف مجالاتها العلمية الرابعة. لقد سأغني في كل المطالعة الاستراتيجية التعليم العالي في موقع الدولي للوزارة لمعرفة أين نقف الآن، ودركت جيدا أننا نمضي في الطريق الصحيح حيث أننا وضع كل التحديات والمسافات مع الجميع، وركزت على أن 35% من الوظائف ستحتفي مع الثورة الصناعية الرابعة خلال 10 سنوات، وأن لديك خطط لمواجهة التغيير في احتياجات سوق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل من خلال إنشاء العديد من الجامعات الحكومية والخيرية جديدة وافتتاح فروع جديدة الجامعات الدولية مع الاهتمام بالبحث العلمي وإنشاء هيئة اهتمام جودة برنامج التعليم الفني. قرار الدولة أو ترسيخ لعهد الدولة المصرية بعد مرور فترة كبيرة من المشاكل اللي احنا كلنا كنا حاسين بيها. ولكن اللي أنا عايز أوضحه إن في خلال الفترة السابقة في السنتين اللي فاتوا الحقيقة كان في دعم كبير جدا سياسي، كان في دعم كبير جدا على مستوى الحكومة سواء حكومة المهندس شريف إسماعيل أو حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأس التوجهات السيد رئيس الجمهورية إن إزاي يكون في منظومة متكاملة في التعليم العالي والبحث العلمي، وكمان في منظومة التربية والتعليم أو التعليم الأساسي اللي تقدر إنها تنسق منظومة التعليم علشان تقدر يبقى في تقدم للدولة. أنا مش عارف الولاد دول هم تعلموا كويس قوي، سواء اللي اتعلم من جوه او اتعلم بره وعنده شهاده يقدر غير ما احنا يقدر يقطعها يخش في اي مكان ويسوق الشهاده بتاعته بحيث يجي له اوفر في اي حته في العالم ويجي له رقم. فطول ما انا الارقام اللي انا بحطها قدام الارقام اللي هو بيجيبها له ما هياش منافسه هبقى مش قادر ان انا اكسب اللي حضرتك بتتكلم عليه. ولكن احنا بنتحرك، يعني هديك مثال على الجامعات الجديدة. الجامعات الجديدة احنا مش ملتزمين بالقانون بتاعنا اللي يخلي عضو هيئة التدريس من اول ما يتعين لحد ما يدفع معاش وقاعد معايا ويطلع اجازة 20 سنة ورافض زوجة والعيال طفل. الدكتور محمد كمال عارف الكلام ده كويس قوي في اقتصاد كل اللي عندهم. لا احنا الجامعات الجديدة بتعاقد